السلام عليكم. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي ان عن طريق اوفيس 365 اقدر اعمل فيرتشوال كلاس روم بطريقة متميزة وبطريقة جميلة جدا. البداية طبعا ان انا عندي اكاونت في كل الابليكيشن، انا هبدأ اتجه على طول الى مايكروسوفت تيمز، اهم ابليكيشن موجود فيه وبيضم كل الابس اللي موجودة في 365. هنفتح الابليكيشن. السيناريو ان انا عايزة ادي سيشن اونلاين للطلبة بتوعي او للستاف بتاعي زي ما انا عايزة. بكريت الاول جروب، الجروب دوت عندي اوبشن ان انا اعمله بابليك او برايفت وادخل فيه الناس اللي موجودة عندي او الطلبة اللي موجودة عندي. اول حاجة محتاجة ان احنا نتقابل اونلاين، محتاجة ان احنا نتقابل اونلاين وادي السيشن وهم يشوفوني ونتواصل اونلاين بطريقة سهلة وبسيطة. هروح للكالندر وبعدين هكريت ميتنج. وانس ان انا كريت ميتنج هيكون معايا لينك، اللينك ده انا ممكن اشيره على واتساب، على فيسبوك، على تويتر، اشيره باي ايميل. المهم الطلبة هيدخلوا عندي السيشن ونقدر نتواصل بالطريقة اللي احنا شايفينها. تقولي اثناء السيشن انا بقى اديتهم المحاضرة، والمحاضرة دي انا كنت قاعد اشرح باوربوينت واشرح صور واشرح حاجات كتير جدا جدا. بعد ما خلص انا عايزة ابعت لهم الكلام ده بمنتهى البساطة، ممكن نحطه كواحدة من ضمن التابات اللي موجودة كده، او ان انا احطها في سوي. فانا هنا في سوي جمعت كل الحاجات اللي انا شرحتها اثناء السيشن بالمنظر ده، وهم شايفين التابة يقدروا يوصلوا للريسورسز بتاعت السيشن بتاعتي، او بمنتهى السهولة انا ممكن برضو اخد لينك واشيره للناس اللي حاضرين عندي. تقول لي طيب في حاجة كمان، انا هنا عايزة اقيم الطلبة او الناس اللي يكونوا موجودين معايا، فانا عايزة اشوف اعمل لهم كويز وعايزة اعمل لهم assignment وعايزة اعمل لهم حاجات كتير جدا. عندي واحد من ضمن الابليكيشن الموجودة في اوفيس 365 اللي هو مايكروسوفت فورمز. الطلبة انا هكريت الكويز زي ما انا عايزة، هم من حقهم ان هم يحلوا الكويز بالشكل اللي احنا شايفينه دوت من عن طريق الموبايل او اللاب او التابلت زي ما هم عندهم اجهزتهم، وبعدين اعمل سبميت. لما اعمل سبميت الجميل في الموضوع ان الاجابات بتاعتهم هيقول لي هنا كام واحد حل، زي ما احنا لو شفنا التابة كام واحد حل، خدوا وقت قد ايه، ممكن اشوف اجابة طالب. الاجمل كمان ان هو ممكن يعمل لي تحليل للنتيجة زي ما احنا شايفين، او ان هو يجمع لي البيانات كل الدرجات بتاعتهم في اكسل شيت بطريقة يعني كويسة جدا، وهيقول لي كم واحد حل، بدأوا الساعة كام، انتهوا الساعة كام، الايميل بتاعهم، اسمهم، فهو جابوا كام في السؤال الاول والسؤال الثاني. فهو مش بيعمل لي تحليل النتيجة فقط، لكني هو كمان بيجمع لي النتيجة اوتوماتيك في اكسل شيت. فطبعا دي ميزة كويسة قوي قوي، وخاصة لما نكون عارفين ان احنا ممكن نحط اي نوع من انواع الاسئلة، يعني ممكن اسئلة فيها ريتنج تشوز، يعني احنا هنشوف ايه كل انواع الاسئلة باللغة العربية او بالانجليش او بالفرنش نقدر ان احنا ندخلها جوه مايكروسوفت فورمز. فطبعا دي ميزة اكتر من رائع. طيب انا كده وصلت لايه؟ وصلت ان انا كريت ميتنج والطلبة دخلوا معايا، وبعد كده انا بعت لهم اللي شرحته وعملت لهم التقييم. التيمز اصلا في assignment انا ممكن اعمل كمان assignment جاهز رائع، تحط حضرتك الروبريك فيه، يعني زي ما ايه زي ما احنا عايزين. في الاثناء كمان دي وانا بشرح انا عايزاهم يدخلوا على بنك المعرفة، عايزاهم يدخلوا على الويب سايت بتاع
بتاع الجامعة، عايزاهم يدخلوا على مواقع معينة، كل حاجة حضرتك هتكون محتاجها ممكن تحطها كتابة جوه مايكروسوفت تيمز، جوه الجروب الأساسي اللي حضرتك مكريته. أنا هنا مدخله لهم بنك المعرفة يقدروا يتعاملوا بيه بمنتهى السهولة، ويدوروا على مش قصورة يعني، يقدروا ان هم يتعاملوا معاه. هفترض مثلا ان انا عايزة نعمل اي موقع، حتى لو فيسبوك، هتلاقي حضرتك انك انت ممكن تحط لهم كل الايه المواقع اللي هم يقدروا يشتغلوا بيها. والفايلز كمان هتلاقيها موجودة اوتوماتيك، هي بتتحط في تابة لوحدها، كل الفايلز اللي بينك وبين حد بينهم هتلاقيها اتجمعت اوتوماتيك في تابة لوحدها. الجميل بقى ان انا لو قلت ان انا هدي منهج معين، المنهج دوت متكون مثلا من 100 محاضرة، انا اقدر ان انا في 100 محاضرة دي احط ان دي المحاضرة بتاعت 27/5، احطها هي بلينكاتها بفيديوهاتها بكل حاجة في الصفحة دي، وبعدين السيشن اللي بعدها يبقى كل المنهج هيكون متكريت في ون نوتة واحدة، ده اسم المنهج ودي الشباتر بتاعته، والصفحات زي ما احنا شايفين ما بتنتهيش، واقدر ان انا اكتب فيها وارسم واعيش حياتي جوه الون نوت. وفي الاخر الطالب هيبقى عنده الملزمة بتاعته بكل المناهج اللي موجودة فيها، فده اضافة اكتر من رائعة لمايكروسوفت تيمز. شكرا.